استاذ محمد، هذه الاداره قبلت بعض عمالها ومشيتهم شارع بعض المؤسسات يقروا في بلد الاساتذه، ولا مشاو وياك يسكتوا مشاو وياك يقروا، معناها عن هذه نوع من محاولات افشال اضراب الاساتذه، تقزيم وتقطيع. وهذا يلا نعود بعد على وعي عنه، لا عاد مستهدف به، لا تيرسوني عاد ما خلقه الله يستخلين، معناها انها مبادره شخصيه من المدير دو. دونك يلا نعود مستعدين، انا نعد له رده فعل على ذا الاجراء اللي ذا هو قضيه المدير دون عن المدير المديرين الاخرين. قضيه اخرى احنا يلا نعرفوا ملي انا ثلاث ايام هذه لا بدايه، احنا في معركه طويله مع الوزاره. كيف شفتوا بدايه السنه كانت الناس تعذر جاي حكم جديد ولا يطرش ولا تكايس ولا تكايس قبل ما اطرى شيء سوشن، معناه نهايه رواجور لا بدايه، حد يعود مستعد انه لا يمشي اضراب شهر شهرين اضراب مفتوح الى اخره، حد يمشي الى النهايه، حد ماشي بهدف لا يمشي الى النهايه، وراه دور تجيكم الضغوط ودور تجيكم تلفونات وانتم هذو الاهل تيرس والناس الاخرى العصابه راهم مالكم ما ضربوا وذوك ما عدلوا ذوك ما عدلوا كامل دور تجيكم، نحن ما لنا خاسرين شيء، تعليم كامل عمله تعبان، معناها انا فوقان الى يعد لنا شنو الى ونقزنا ننقزته انا راهو فرصه اخرى قاعد شبه نذهب شنو يبيك يلا نعود مستعدين حتى النهايه زين منصور مثلا لابس جلابيه قد يقيس الذهب ما عنده مشكله شوفه من التعليق زين 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 ز